اللي الأمانة كبيرة أن ينتشل فالنسيا نفسه من المركز السابع عشر الذي لا يليق. هنا محاولة يا كرة معوبة كالفستينة يا عزم تعيد الأمل. دانيال باريخو يطالع المرمى يتوسل للمرمى والكرة ملعوبة وفي الجول لصالح فالنسيا تقليص الفارق بدل يضيع كرة 1-2 وانطلاقه ويتفلت وين يا بيلا العرضية والثلاثية ويا سلام اسبانيا ملعوب الكرة ومحاولة هنا كرة ملعوبة وخطيرة يا سلام يا بقال يضعها في المرمى.